السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. بسوي معكم اليوم فطيرة التونة، مكس ما بين الحالي والمالح. ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بقناتي إذا مو مشتركين. نبدأ بالمقادير. الوصفة جدا سهلة وبسيطة. في وعاء راح أضيف 1 بيض، أنزل عليه 2 ملعقة سكر ناعم ونخلط. بعدها راح أضيف 1/4 كوب حليب و 2 ملعقة كبيرة زيت ونخلط. عندي هنا 3/4 كوب دقيق، أضيف عليها 1/2 ملعقة مليانة بيكنج باودر، 1/4 ملعقة ملح، يعني رشة بسيطة، ونزل الدقيق في الوعاء ونخلطه كويس لين ما يمتزج عندي كل المكونات ويصير الخليط عندي بهذا القوام، نفس قوام الكيك. تمام، والحين نسوي الحشوة. راح أضيف 2 علبة تونة الحجم الكبير و4 ملاعق كبيرة ذرة. ملعقتين كبيرة مايونيز. ورشة فلفل أسود ورشة ملح. آخر شيء راح أضيف 2 ملعقة فلفل أحمر بارد وأخلط كل المقادير. صينية الفرن هذا الحجم الصغير راح أدهنها بشوية زيت. قصيت ورق الزبدة على حجم الصينية وأحطها على الصينية. ونزل عليها خليط الدقيق. وبالنص أنزل خليط التونة عليها وأدخلها الفرن على درجة حرارة 170 من تحت لمدة 30 دقيقة، ثم حمرها من فوق. تعملوها نفس معاملة الكيك وبس كذا صارت جاهزة معانا. يمي يمي. خليتها تبرد شوي وبعدها قطعتها، رشيت عليها شوية أوريجانو من فوق. طعمها لذيذ، ميكس ما بين الحالي والمالح، حلوة لشاي العصرية. وتقدر تسووها كمان في قوالب الكب كيك الحجم الوسط، تطلع عندكم 6 قطع، وكمان حلوة للأطفال نحطها لهم باللانش بوكس. أتمنى عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك أهم شيء. وبس شكرا على المشاهدة.